جدعان ازيك يا جدعان؟ احنا من الصين، واحد راجل من الصين وواحد من روسيا، واحنا بنتكلم مصري احسن من ناس. اي حد في الدنيا كلها يعني مش اي حد كده بس لا يا با يا اي احنا عايزين نصور كده فيديو مع مع واحد صاحبي صديقي صديقي، فعايزين نعرف بس هنا في مصر نشوف الاشكال، يعني نيجي نشوف الحاجات اللي المصريين بيعملوها يعني حاجات يعني نتكلم حاجات اجنبي. مثلا واحد اجنبي يجي في مصر واحد بيقول له يعني صديقي ومش عارف ايه، يعني هو فاكر نفسه صاحبه ولا ايه بالظبط؟ وانت لما تيجي تقعد في الباص واحد راجل يجي كده يكلمك يقول لك انت اسمك ايه، انت منين، بتجيب فلوس منين، بتصرف على نفسك منين، شغال ولا مش شغال، جيت في سنه كام، شقه مأجرها بكام، معاك حد، انت حبيبي حبيبي لا هو ده ازاي يعني كده واحد بيقول له، وبعدين انت تقول له بتسال اللي بيقول لك عادي، الاسئله دي عادي. الايام دي في مصر ساعوي واحد مصري قال لي راجل هو كان لابس بس تيشيرت زي ده، ايوه بعد كده قال لي انت مش تعبان ولا ايه؟ ده ثلاثة مرات يعني مش لازم لازم واحد مرة تسأل وخلاص يا جدعان، في ايه لازم تسأل فعلا احنا يعني ايه مش فاهمين حاجة ولا ايه؟ قاعد في القهوة كده يجي يقول لك انت مش تعبان ولا ايه؟ بعدين يمشي ربع ساعة كمان يجي يقول لك انت مش تعبان ولا ايه؟ تاني وكمان نص ساعة يمشي ويرجع تاني يقول لك انت لسه مش تعبان يعني تقول له ايه يابا يعني؟ يعني صار مرة واحدة يعني هو يجي التاني يعني هو يكون مش سعان، لا هيكون سعان صح؟ ولا ايه؟ لا ما لو انت مش سعان تبقى مش سعان على طول، لو كنت سعان سعان على طول. طب انا اقول حاجة بالروس عشان هو عشان في شغل كده؟ لا ولا لا. خلاص جدعان احنا عملنا الشغل بتاعتنا خلاص. ويلكم باك. طبعا نتكلم على ايه يعني عزيزي؟ اي حاجة. بص الادب واحترام هنا في مصر يعني الاكتر ناس جدعانة واحتراما شفته هنا في مصر يعني مفيش احسن واحد في العالم عنده احسن من المصريين ده صراحة يعني، بس عشان دلوقتي احنا لو قلنا عكسه ممكن واحد يجينا يقول لنا تعال يا عشان تقول كده هكلمك كده في حوار بس طلع لك كده خلاص يا ابني حوار اصبر هكلمك كده اسئله ترد اعمل له حاجه مش حلوه بس طب يا جدعان انا عايز اقول حاجه يعني قول بس ما تخافش ما حدش يعورك ما تخافش يا عم طالما انت معايا هنا في مصر ما تخافش لا يا عم الناس مش كلها بتمشي بالمطوة لا مش كلها انا معايا بس الهواء اهو الهواء دي صح يابا اي حاجة صح مش هزار يعني اقول لكم حاجة احنا الشانل بتاعتنا ده احنا كل مرة نعمل فيديو جديد فسجلونا تاني عشان يعملوا فولوز سبسكرايب يعملوا يعني ازاي يعملوا كومنت اي حاجة عندكم اسألونا جيب لنا حاجة لو مش عارف ايه جيب حاجة جيب مية اشربوا وعمل كومنت واي حاجة بالظبط يا عم هات شيبسي اقعد كده اتفرج على فيديو حلو مع الراجل ده اسمه كابتن ازيا وده اسمه توردريش دريش يعني دريش فاهم مش دروش دريش بالظبط بس ما تجيش تسأل دريش ليه وجبت الكلمه دي منين خلاص حبيبي احنا قلنا بس كلمه خلاص ما تنساش حاجه يعني ايه يلا شكرا على مشاهده الفيديو ده نشوفكم حلقه جايه طب اقول حاجه بالفصحى شكرا لكم على مشاهدتنا على حسن المتابعه معنا واحترامي ونحن سنقابل لكم قريبا باذن الله I'm not afraid to die.